سادة الحضور، حضرات سادة الأفاضل، أمسية سعيدة وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم جميعا باسم العريس وباسم بي العريس وباسم عم العريس. نرحب بكل شيء موجود، كل شيء حاضر، كل شيء سهران، أهلا وسهلا بكم جميعا. يا فاتنا بالحب قلبي قد ملك، يا فاتنا بالحب قلبي قد ملك، العريس عمر هل أنت من حواء وآدم؟ العريس عمر هل أنت من حواء وآدم؟ أم ملك؟ عيني إذا نظرت لحسنك سبحت، عيني إذا نظرت لحسنك سبحت. وادي العريس أبو عمر، سبحان من خلق جمال وجملك، سبحان من خلق جمال وجملك. سادة الحضور، حضرة سادة الأفاضل، مرة ثانية سعيدة وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم جميعا وبدعوة كريمة باسم وادي العريس العم أبو عمر الحموي. أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم بعقد قران عريسنا الغندور وزينة العرسان عمر الزول. كل شكر إلى عريف هذا الحفل الأخ الغالي أنس أبو مالك، كل شكر إلى عم العريس أبو شحود الحموي. يحيي لكم هذا الحفل يا الساهر نجم الإذاعة والتلفزيون وشاعر سوريا الأول الفنان عبد العلي أبو علي. كما يرافق الفنان عبد العلي أبو علي فرقة ومؤسسة جروب الإهرام، أقوى الفرق الموسيقية في سوريا لصاحبها الخال عمر أسعد النون. كل شكر إلى الهندسة الصوتية والإذاعية بإدارة الأخ والمشرف رشيد دنون أبو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة وأشراف سوبر ستار المزق وصاحب الريشة الساحرة الفنان الخال عمر أسعد النوم. كل شكر إلى أخطبوط الأرجين المايسترو دمغة دنون أبو عمر. أيضا كل الشكر والتقدير ولمن يستحق التقدير إلى الأخ الغالي هيثم عموري أبو نافع على هالدعوة الكريمة. ايضا تحيه باكتور باسم والد العريس وباسم عمام العريس. نرحب بكل شيء موجود، كل شيء حاضر، كل شيء سهران، اهلا وسهلا بكم جميعا. طال البعاد واقترب اللقاء، طال البعاد واقترب اللقاء، واجمل ما بالعمر حب ووفاء، وهكذا عرفت حلب الشباب بفنه الاصيل وطربها الجميل. معكم واياكم الفنان عبد العلي ابو علي فريق بطل. مشكورا. كل الشكر
الى الاخ الغالي فارس زكور في الاهرام. ايوه ابو سمير هلا. ايوه ابو علي شرب وندير الشاي. Yeah.
حبك ماني راضي وحق الله علموني علموني شاني والله علموني علموني شاني والله ولا أحبابي ظلموني يا دخيل الله ولا أحبابي ظلموني يا دخيل الله هزت براسه وغمزت بعيونه هزت براسه وغمزت بعيونه قالت يا عبده غني دلعونه هزت براسه وغمزت بعيونه هزت براسه وغمزت بعيونه قالت يا عبده غني دلعونه والدنيا مساء الله يمسيكم والدنيا ماسة الله يمسيكم يا أهل الفرح الله يهنيكم وسقونا مية الله يسقيكم وسقونا مية الله يسقيكم من مية زمزم يلي تشربونا حرمتك لا شموبك وغني الليل حالة دلعونا هزت براسه وغمزت بعيونه
عيونا قالت يا عبد وظلني دلعونا على هو يلا 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 هيا عمر ها سافولو لعمر سافولو يا عريس ويا حبيبي
الشعر يصير عرسان لفوق 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 مشكورين الله يعطيك العافية جميعا. تحية باختار باسم بي العريس وباسم العريس وباسم عمام العريس. نرحب بكل شيء موجود، كل شيء حاضر، كل شيء سهران. أهلا وسهلا بكم جميعا. تحية باختار العيون الأخ الغالي هيثم عموري أبو نافع. هذا تحية وسلام وفي جمع ال 100 دولار باسم الخال هيثم عموري ابو نافع. العيون وادي العريس ابو عمر، العريس عمر، اولاد عم العريس يعني اهل حماه في الاجمع، بني الزول على ام الفراش، وكل شيء موجود، كل الضيوف، كل الحضور، جمع السعيد ومحوى باسم العم هيثم عموري ابو نافع، يعني الشيخ الصرافين. كل شيء حضر وبارك للعريس عمر ولأبو عمر، إله من ألف تحية ومليون سلام. والعيون الغالي أنس أبو مالك عم العريس أبو شحود، كل الموجودين كل الحضور، المحبة كلها الخال عمر أسعد دنون، ومن الخال العيون الخال هيثم عمور أبو نافع، والعيون الغالي رشيد أبو عمر الفنان عبد العلي ابو علي، ومن عبد العلي ابو علي للخال هيثم عموري ابو نافع. العيون الغالي رفيق وشبابه وضيوفه وطاولته، جمع السعيد ومحبه كل الموجودين كل الحضور، اهلا وسهلا بكم جميعا. هلا عجل يا قلبي، عجل يا قلبي للحبيبة بلغة، يا بي عجل يا قلبي
الحبيبة بلغى سيوف المحبة بجروحي بلغى والله يا ضيوف الحفل أنا شوقي إليكم لا يترجم والله يا ضيوف الحفل أنا شوقي إليكم لا يترجم يا ولي باللغة أنتوا الغوالي وعلى غالب عن عنا يا ناري مهما بهدني طولة عمرنا والله مهما بهدني طولة يا ولي عمرنا بحجرة عز بنينا يا خي عمرنا يا ويلي وتحياتي للعريس والله بهدي تحياتي للعريس يا ولي عمرنا ابن الزول يا نعم النسايا يا ويلي بدنيا حبكم زارع يميني والله بدنيا حبكم زارع يميني وعن دروب لكم ضيعتوا يميني يا ويلي أنا بحي قبالي يا خي وعاش مالي وعايميني تبارك ربنا الكون وجاي يا ويلي طاف الفضل من طفي لطفي ولا طاف الفضل من طفي لطفي عريس الزين مولانا لطفي يا ولي إذا ما بتسمعونا سقف للعريس يا ولي لطفي الجهاز ودير وجهي على البوايه يا شباب يا ويلي هيثم عموري لو يوقف عجبها
والله هيثم عموري لو يوقف يا ولي عجبها الاعادي كلها ردها عجبها يا ويلي ومهما هالدني كتر يا ولي عجبها بني العموري اقوى من العجائب هذا تحيي سلامه بجمع الـ100 دولار من عيون وادي العريس الاخ الغالي ابو عمر لعيون الغالي هيثم عموري ابو نافع وضيوفه لا دعم العريس لعيون الغالي ابو ركان ولعيون الغالي ابو احمد درباله لعيون الغالي ابو الهدى الله وعيون الغالي ابو رأفت وضيوف ابو رأفت ابو سطيف وضيوفه ولعيون الغالي ابو ايمن الحمصي وضيوفه والغالي ابو عدي الحموي وضيوفه ولعيون الغالي ابو عيد الملك كل الموجودين كل الحضور ولعيون الغالي العقيد رامي طلاس تحية لعيون الفرقة الموسيقية والخال عمر اسعد النون والفنان عبد العالي ابو علي ولعيون شباب المعرة ابو تيم المعرة وضيوفه ولعيون الغالي محمد باسل تحية من آل الزول لكل الموجودين كل الحضور يعني بجمع الـ100 دولار باسم والد العريس لعيون الغالي ابو احمد الحموي ابو سلمو كل الموجودين كل الحضور ونسمع هيا ابو علي عمرت امدحك باحرف الابجدي الف باء معرة والله يا العريس تامدحك باحرف الابجدي الف باء معرة لجيلك فزعة لو كنت معرة يا ابوي اهلا وسهلا بضيوف يا خي المعرة وبكل خطوة خطوها على التراي كل شي جديد من هون يا ميلي ليلي يا فرطة عشق الدنيا
مر عليها كتير ظلام.
رشيد بحيي من دنون رشيد. مدرسة الشاعر أدارس عوني عاد الفارس. هي الله وهي الله عايزة معموري ما شاء الله. عزه يا الغالي دمغه هي هي وهي هي عزف حسن كرديه. في حبك والله الاخرى هيو للغالي برا. في حبك والله الاخرى هيو للغالي برا. Oh,
قالوا بقوفي وموالي بعدك بعدك لو عن الهوى بعدك بعدك لو عن الهوى يا رعين أول يا رفيق عليهم على شغل بعدك لو عن الهوى